ضمن نشاطاته العديدة وخدماته الرعوية المعهودة، ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الروم الأرثوذكس في عمان خدمة صلاة الغروب ومباركة الخمس خبزات في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في الصوفية، والاحتفال كذلك بأحد الأرثوذكسية، إضافة إلى ترأسه صلاة يا رب القوات في كنيسة الصعود الإلهي في منطقة خلدة بعمان. المزيد حول نشاطات سيادته في التقرير التالي. يواكب فريق نورسات الأردن تغطية الفعاليات والخدمات الرعوية التي يقوم بها سيادة المطران خريستوفوروس مطران الروم الأرثوذكس في عمان، حيث ترأس سيادته خدمة صلاة الغروب والخمس خبزات في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في منطقة الصويفية بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور عدد من أبناء الرعية. ليكن مجد الرب إلى الدهر، ليفرح الرب بأعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا. وفي كلمة روحية للمطران خريستوفوروس عقب الانتهاء من الصلاة، تحدث عن عدة مواضيع روحية علينا أن نعيشها في زمن الصوم الأربعيني، وأكد على دور الكنيسة والآباء في الحفاظ على مكانة الإنسان ومتابعته الروحية، وأوصى الجميع بعمل المحبة مع الآخرين في زمن ساد به الشر والظلم. في هوى في داخلك، هاي الأهواء لازم نستأصلها. الكنيسة بتعطينا باب لبعض من هاي الأهواء، مثل اللي نحن بنحكيه بالصلاة: أيها الرب وسيد حياتي، اعتقني من روح البطالة والفضول وحب الرئاسة والكلام الباطل أو البطال. هاي هي أربع ينابيع أو جذور رئيسية للأهواء. في داخل هاي الأربعة موجودة كل الأهواء، عشان هيك الكنيسة بدها منا في هاي الفترة نستأصل هدول الجذور الرئيسية. أيها الرب وسيد حياتي، اعتقني من البطالة. البطالة شو هي؟ مش إني فقط إني أقعد وأكون كسلان، ولكن البطالة هي كيف فكري بفكر. هل المسيح هو مركز فكري أو العالم هو مركز فكري؟ والفضول، الفضول إشي كتير رذيلة سيئة جدا، هي أصل لكتير من الرذائل. وقديش في عصرنا الفضول كتير، دائما نحن بدنا نتطفل على الآخر، بدنا نعرف شو الآخر، وعشان هيك كتير مرات حتى لقاءاتنا بالآخر هي بتكون لقاءات فضولية. بدنا نعرف شو الآخر بده يحكي لي، وإذا ما حكاليش بحطه على جانب، بطل صاحبي. فضول من أصل من أسوأ الرذائل. حب الرئاسة، بدنا نكون دائما في الواجهة. الكلام الباطل، قديش كتير مرات كلامنا فقط بيكون للثرثرة. فالكنيسة بدها تقيم هذول الأربعة وبدها تحط محلهم إيش؟ بدها تحط محلهم، بدها تزرع. لما بتخلع الشوك بدك تزرع ورد، بدك تقيم الرذائل والأهواء، بدك تزغل الفضائل. وانعم علي بروح العفة واتضاع الفكر والصبر والمحبة، أعطتنا الكنيسة العلاج. وفي صبيحة اليوم التالي ترأس سيادته في ذات الكنيسة خدمة القداس الاحتفالي بمناسبة أحد الأرثوذكسية بمعاونة عدد من الآباء الكهنة وحضور الأخت كاترينا من راهبات دير السيدة العذراء ينبوع الحياة وجموع من المؤمنين. الذين بالإيمان قهروا الممالك وعملوا البر ونالوا الموعد وسدوا أفواه الأسود. وبعد الإنجيل المقدس وسر الإفخارستية، هنأ سيادة المطران المؤمنين بهذا اليوم المبارك الذي يعتبر الأحد الأول من الصوم، وتعيد الكنيسة فيه بتذكار تعليق ورفع الأيقونات المقدسة بعد حقبة طويلة من السنين عرفت بحرب الأيقونات، وذلك في القرنين الثامن والتاسع الميلادي. واليوم نحن بنحتفل بأحد الأرثوذكسية،
وبعيد رفع الإيقونات المقدسة، لأن الإيقونات اضطهدت في الكنيسة أكثر من 100 سنة، والكنيسة في المجمع المسكون السابع ثبتت عقيدة الإيقونات وثبتتها في الكنيسة، ومن وقتها والكنيسة ونحن أبناء الكنيسة منؤمن إنه نحن السجود اللي منعمله أمام الإيقونة هو سجود إكرامي، لأن نحن نكرم القديسين والقديسات وأبنى الفائقة القداسة اللي موجودين مصورين في هذه الإيقونات. وأمام صور وإيقونات الرب والمخلص يسوع المسيح نحن منعمل سجود عبادي اللي فيه منرفع عبادتنا لله، للأصل الموجود في السماء. نحن ما منسجد أمام الخشب والألوان، ولا منعبد الخشب والألوان، ولكن نحن منعبد الإله الموجود في السماء واللي تجسد، واللي سمعنا إنجيل اليوم حكى فيليبوس نثنائيل تعال وانظر، تعالوا شوف إنه المسيا، إنه الإله تجسد وهو لابس جسد. وكون الإله تجسد هيك في عنا في الكنيسة إيقونات، ونحن منسجد أمام الإيقونات سجود إكرامي وسجود عبادي للمثال الموجود في السماء وفي كل مكان، لأنه الله موجود وحاضر في كل مكان ومالئ الكل، كنز الصالحات ورازق الحياة اللي منحكي لها عن المعزي، عن الروح القدس الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس. وفي ختام الصلاة دار سيادته مع الآباء الكهنة وأطفال الرعية حاملين أيقونات مقدسة حول الكنيسة، مرتلين ومهللين بهذا الحدث الأغر. يا رب رحم وختاما لنشاطات سيادته لهذا الأسبوع، ترأس صلاة يا رب القوات في كنيسة الصعود الإلهي في منطقة خلدة بالعاصمة عمان بمعاونة كهنة الرعية وبحضور جموع من المؤمنين. وختمت الصلاة بعظة روحية لسيادته وجهها لأبناء الرعية كان مفادها عن الصوم المقدس وتدريبات روحية في حياتنا. هل نحن من نكون أبناء للكنيسة ويكون في عنا طاعة للكنيسة، أو نحن من نمشي في فكر العالم اللي نحن عايشين فيه؟ في كنيستنا في أسرار وفي حياة أسرارية اللي نحن كأبناء في داخل الكنيسة لازم يكون عنا طاعة لهي الأسرار ونمارسها في حياتنا. هذا الشيء بدفعنا إنه نحن نختبر الإشي قبل ما نحكم عليه. نحن بنقع بفخ إنه نحكم على الإشي قبل ما نختبره. طب لا، اختبره أول وبعدين أحكم. وحكمك مش لازم يكون بمقياس عقلك، ولكن بمقياس الروح اللي فيك. يعني كتير مرات نحن منحاول نحلل الأمور بالمنطق تبعنا، والمنطق تبعنا مين بكونه؟ بكونه الزمن اللي نحن عايشين فيه، والزمن هو متقلب، مرات بحكي لنا هيك ومرات بحكي لنا هيك. فمعناته المعيار مين لازم يكون؟ لازم يكون روحنا اللي بتستمد حركاتها من طاعتها لتعاليم الكنيسة.